الساكنه ديال المدينه القديمه الدار البيضاء عندنا مشاكل ديال الاستفاده، شي كيستافد شي ما كيستافدش. حنايا مثلا بحال الحاله ديالي انا عندي مشكل من 2018 والناس كامله الدار كامله خاويه، انا بوحدي اللي ساكنه في الدار، بقيت بوحدي في الدار، بغيت غير نعرف واش انا مواطنه بحالي بحال المواطنين ولا انا من شي بلاد اخرى ولا انا ما عرفت شنو. المهم اهم حاجه في هذا الشيء اخويا ان كيقولوا لينا انتم عندكم عقد زواج معطل، عقد زواج معطل من وراء 2012. واش هاد الانسان من وراء 2012 ما عندوش الحق يتزوج ويولد ويسكن؟ حنا كنا في الدار كانت صحيحه، ملي قالت السقوط ما عندناش فين غنمشيو. انا مواطنه بحالي بحال الناس اللي استافدوا معايا، خاصني حتى انايا الحق ديالي في السكن. الدار القيد المقدم ما قدوش يطلعوا ليها، ما قدوش يطلعوا ليها. الا شتا في الدار كتولي بحال الغربال، كنا نبقاو نشطبو نفيقو وسط الدار. حشومة وعيب يخليونا في هاد الحالة. كنمشيو عند المسؤولين ما كيعطيونا حتى شي جواب. سيري من بعد باقي نتوما ما قالوا عليكم حتى شي حاجة، نتوما باقي الموضوع ديالكم باقي طويل، ما عندنا حتى شي لاضات عليكم. بغينا حنايا غير يقولوا لينا واش اه ولا لا، واش احنا عندنا الحق في الاستفادة ولا لا. الاستفادة اللي عطاها لينا سيدنا نصره الله، ما عطاها لينا حتى شي واحد اخر. عندنا الحق يقولوا لنا عندكم الحق غتصبروا حتى لاضات فلان فلاني، ما عندناش الحق يقولوا لنا ما غتاخذوش نهائيا، حيدو خلي الدار تريد. ماشي انت ساكن بوليداتك بوالديك بكل شيء، ساكن في واحد الدار اللي قايله للسوق الليل ونهار كنهضروا خايفين. جات الشمس قاطحه نتخلعوا، لا تشقق الدار وطاح، جات الشتا نتخلعوا. وبغينا غير نعرفوا، بغينا غير حل، حنا ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. حنا درنا مظاهرة سلمية نعرفوا، بغينا غير جواب. حنا ما كنطلبوا من الدولة حتى شي حاجة، كنظلموا من هاد المسؤولين جواب صريح يعطيونا غنستافدوا ولا ما غنستافدوش. حليتوهم العمارات، حليتوهم السيارات، بدلتوهم السيارات، بدلتوهم. حنايا نفس الأسطوانة دايرة فين ما نمشيو، نفس الهضر اللي كتقال اليوم تقال غدا وغادة بحال هكاكم. حنايا مضرورين لأقصى درجة الديور ديالنا في اي لحظه، في اي لحظه مهدين للسقوط، مهدين. وهاد الناس كلهم مضرين داخل السور، كلشي الناس مضره، كلشي جاي هنا محتج، كلشي هنا جاي. هاد الناس واقفين على قبل الاستفاده ديالهم. هاد الناس كيسوفوا فينا وكيعطلوا فينا، كيماطلوا فينا باش تتوقع شي كارثه عادي يتموا جايين عندنا. هادشي ما بغيناش حنايا، بغينا نعتقوا الموقف في البدايه ديالو، واخا فايت الفوت في البدايه ديالو بغينا نعتقوه. المئات راه هادشي راه غير قليل، راه المئات عداد منهم. كلشي الحق ديالو مهضوم مع هاد الناس هادو. راه البارح نهار الاثنين درنا واحد الوقفه هنايا، قالوا لنا المهم وقفه بحال هكا دايرين وقفه، عود عندنا واحد الباشا من العماله، قالنا غديروا اربعه الناس نهار الثلاثاء يجيو عندي غيستقبلكم العامل. قلنا ليه صافي، قال لك راه دويت معاكم، غد لين جيو عندي اربعه الناس غيستقبلكم العام. فعلا صافي مشينا الغد لين، جينا طلعنا شي نص ساعه وحنايا كنتسناو. واحد اللحظه كنتفاجئوا كيجي عندنا القيد تيقول لنا سعاده القيد ما يمكنش يستقبلكم. علاش؟ الله اعلم. ملي ما غيستقبلناش القيد، علاش خسرتوا لينا الوقفه ديالنا وقلتوا لنا جيو نهار الثلاث راه غادي يستقبلكم العام؟ كنطلبوا الاستفاده ديالنا، لا حتى شي حاجه ما بغيناها، بغينا غير الاستفاده ديالنا اللي عطيها لنا سيدنا هي اللي بغيناها، لا اقل ولا اكثر. الاستفاده ديالنا اعطوها لنا، الحق ديالنا، حق ديالنا مشروع اعطوه لنا. هاد الناس ما يبقاوش يماطلوا فينا ويديو فينا ويجيبوا فينا، تتوقع شي كارثه عادي بدات الناس تجاره وسير من هنا وسير من هنا. الله يرحم ليهم الوالدين، يديروا معنا شي حل، يديروا معنا شي حل.